بالنسبة لموضوع تجربتي للقيصري، كانت تجربة حلوة. طيب طبعا أنا ولدت 5 طبيعي، وهذا بيبي رقم 6 ما شاء الله، وبيبي رقم 6 قيصري. طيب إيش الفرق بينهم وإيش أحسن؟ طبعا الطبيعي، شوف أقول لكم شيء، هو في ناس تحب القيصري صراحة، يعني في ناس تقول لك لا والله قيصري أحسن لي، يعني ما أتألم ما مدري إيش من ذا الكلام. الريكفري حق القيصري متعب شوية، عشان يعني أنا عن نفسي أنا مرة مستعجلة، ما أحب إنه شيء يقيدني، فشغلت إنه والله بعد القيصري تجلسي نايمة يعني مسدوحة فلات 6 ساعات، وبعدين تشربي موية بعدها ب8 ساعات، وقومة القيصري هذه فيلم لحالها. فغير الطبيعي، الطبيعي تقومي خلاص تخش غرفتك ما في نص ساعة أنت قايمة رايحة جاية ماشي تروحي وتجي وعادي، حتى في خرجاتك في طلعاتك يعني يمكن أول أسبوع وخلاص، أو أول 4 5 أيام بالكثير يعني. فبس القيصري كان تجربة حلوة يعني، ما مو إنه مثلا أول مرة أجرب قيصري وعشان آخر بيبي، فما حقول شفت الموت ومدري إيش ومن ذا الكلام، لا يعني في النهاية في ناس بتصير لهم مثلا في الولادة الطبيعية، في ناس بتصير لهم مثلا الله مضاعفات بيضطروا يوصلوا قيصري، في ناس بتولد قيصري وبتصير لهم سبحان الله مضاعفات، وهذا كله من ربنا يعني. بس انا ما هو حكايه ان انا والله حخوفكم ولا شيء، لا الطبيعي حلو والقيصري كمان ترى حلو. بس الافضل والمعروف والاحسن اذا مثلا خيرتك الدكتوره او اذا كانت الخيار في يدك فهو الافضل الطبيعي. ولكن اذا قيصري ولازم قيصري، وفي لانه في ناس تقول لك ما ينفع اصلا يولدوا طبيعي بسبب مثلا عندهم ضيق في الحوض، بسبب مثلا عندهم مشاكل صحيه فيضطروا ان هم يولدوا قيصري. فأنا بس يعني تجربتي من ناحية القيصري هو الريكوفري اللي بعد القيصري فقط، هذا اللي شوية كذا عانيت فيه. والمعاناة هذه بالنسبة للناس اللي ولدوا قيصري طبيعي جدا، يعني اللي ولدت قيصري أول مرة ولا تاني مرة فهي زي اللوز ما أخداها ثالث أو رابع مرة، لأنها خاص متعودة عارفة. فبس هو هذا كان حلو يعني. في النهايه ترى انا داخله غرفه العمليات وانا يلا ليتس دو ذس، يلا ليتس جو، والله كنت مره مبسوطه. طيب بالنسبه لموضوع الطلق، الطلق زي الم يعني، سوري على الشفافيه بس انه تعليم تعليم تعليم. هو زي الم البيريد بس طبعا اقوى، يعني اقوى اقوى. بس يعني في النهايه لحظه الولاده الولادة هذه اللي احنا بنولدها يقول لك الساعة المنسية تنسي الألم أصلا. في إبرة الظهر، تقدري تاخذ إبرة الظهر الأبيدورال، وهذا اللي مرة حيريحك لأنك ما راح تحسي بألم، فقط ضغط. موضوع القيصري اللي يولد قيصري، أنا نسيت أقول في السناب اللي فات، في شيء اسمه تاب بلوك أو نيرف بلوك، فهذه برضو إبرة تاخذيها في نفس المنطقة تنمي لك المنطقة وما تحسي بالألم. مو ما تحسي بالألم 100%، لا يعني أنا عشان ما أعرف القيصري من قبل التابلوك فما أعرف كيف ألمها قبل أو ألمها بعد، بس إنه يقولوا إنه هو يخفف تقريبا 50-60%. فما حقدر أقول لكم هو خفف الألم لأنه ما أعرف أصلا ألم القيصري كيف كان من غير التابلوك. موضوع من هذه أوكي، هذا يا طويلة العمر والسلامة ما ادري، في دكاتره اظن يسووه في دكاتره ما يسووه، ما حيحتاج. بس هذه اظن الاجراء ياخذوها اذا مثلا صار في مضاعفات او صار مثلا يعني ما انفتح الرحم او شيء زي كذا. بس ما ادري، انا احس انه ما هو مره ذاك الشيء صراحه، يعني على حسب دكتورك.